بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ويعلم كل شيء وسع كل شيء رحمة وعلما فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة في هذا اليوم وفي هذه الحلقة أتساءل من هو صاحب الرحمة من هو صاحب الرحمة الرحمة لمن الرحمة من تكون الرحمة كلها لله جل وعلا ومن الله جل وعلا استوى على عرشه سبحانه وتعالى بأحب أسمائه إليه وبأحب صفاته إليه بالصفة التي كتبها على نفسه باسمه جل وعلا الرحمن فقال جل وعلا الرحمن على العرش استوى ليعلن للخلق جميعا أن رحمته بهم أوسع من غضبه ليعلن لخلقه جميعا أن رحمته إليهم أسبق من غضبه ليبين لهم أن كل شيء إنما هو برحمته فالخلق كلهم إنما خلقوا برحمة الله كما قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان والخلق كلهم إنما علموا برحمة الله جل وعلا كما قال تعالى كما قال سبحانه وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وكما قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وهذه الرحمة رحمة الله جل وعلا تتجلى لنا في ثنايا آيات القرآن ففاتحة الكتاب قبلها البسملة وسورة البقرة وبقية سور القرآن تكاد لا تدخل سورة حتى تعلم أن الله هو الرحمن الرحيم فهل لك أن تقرأ سورة من القرآن من غير أن تتحرك شفاهك من غير أن تتحرك شفتاك ويتحرك لسانك بإعلان اسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة كل سورة من سور كتابه العظيم وفي ثنايا السور تذكر بذلك أيضا فهذه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ما إن تنطق فيها بقولك الرحمن الرحيم حتى تدخل في ثنايا فاتحة الكتاب لتذكر بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إنها الآية الثانية من الفاتحة وما إن تصل إلى البقرة حتى تذكر باسم الله الرحمن الرحيم قبل أن تدخل إلى آيات السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وما أحسن الإشارة بذلك الكتاب بعد بسم الله الرحمن الرحيم لتعلم أن الكتاب كله إنما هو رحمة من الله جل وعلا الذي هو الرحمن الرحيم وتمشي مع آيات البقرة آية آية فتستوقفك آية أخرى في ثنايا آيات البقرة تذكرك بالله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وتمشي مع آياتها مع كلماتها ولا تكاد تتعدى آيات حتى تذكر برحمة الله ومغفرته جل وعلا وإذا أردت ختام السورة ذكرت بالرحمة في قول الله جل وعلا في خواتم سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير تتجلى الرحمة من الله جل وعلا في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا في ختام سورة البقرة تذكر بالرحمة حتى لا تنساها وارحمنا ثم إنك بعد ذلك تسأل ما تشاء من الله الرحمن الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وما أحسن قوله جل وعلا وارحمنا أنت مولانا فلا راحم لنا إلا الله إذا نزع الله رحمته عن الخلق فلا راحم لهم سواه من الذي يرحم الخلق إذا لم يرحمهم الله من الذي ينزل عليهم الماء من السماء
فيشربونه قريا غير الله. من الذي يفجر لهم من الأرض أنهارا وعيونا يشربون منها ويخرج من الأرض ماءها ومرعاها سوى الله؟ أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. نعم هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. هذا الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء. نعم الرحمن جل وعلا. ما إن تنتهي من سورة لتدخل في أخرى حتى تذكر برحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه سورة آل عمران تعلن رحمة الله جل وعلا في فواتحها وفي زنايا آياتها وفي ختامها. يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ما أعظم تجليات الرحمة في التصوير في الأرحام كيف يشاء ربنا. لقد كنت أنت أيها الإنسان نطفة من ماء مهين، تجري تلك النطفة في ذلك الرحم لا قرار لها، ثم بعد مضي 40 يوما أصبحت تلك النطفة علقة متعلقة بجدار رحم الأم، ثم بعد 40 يوما أصبحت مضغة كأنما مضغت بالأسنان والأضراس، ثم بعد ذلك تدخلت رحمة الله بأمر الله جل وعلا ليتكون من ذلك من تلك المضغة بشرا سويا. فخلقنا المضغة عظاما فتكون العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إن الرحم جامعة لما يعلم وما لا يعلم من آثار رحمة الله جل وعلا. فمن الذي جعل الماء المهين بشرا سويا؟ إنه الله. والله خلقكم وما تعملون. والله جل وعلا أيضا جعلكم أطوارا، خلقكم أطوارا. فكم طور مررت به؟ إن نظرة في تاريخك أيها الإنسان كفيلة بأن تعلم أن الله جل وعلا هو صاحب الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء. لقد مضى عليك زمن لم تكن شيئا مذكورا، لا جسد ولا روح ولا كيان ولا وجود لك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بلى، لقد مضى علي ومضى عليك ومضى عليكم ومضى على الكون كله زمن لم يكن شيئا مذكورا. كان الله ولا شيء معه، لا سماء ولا أرض ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا خلق من الخلق. فخلق الله الخلق على أحسن ما يكون، فتبارك الله أحسن الخالقين. خلق الله جل وعلا الإنسان من سلالة من طين، هذه بدايته. فسبحان من كرم الطين فجعل منه بشرا سويا. خلق الملائكة من نور، خلق الجان من نار، خلق البقية الخلق من الماء. فالله جل وعلا خلق أيضا أزواجا كثيرة مما نعلم، كما قال جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا في شأن الخلق، فبين أنه خلق الأزواج كلها، فقال: فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فزوجات وأزواج كل أولئك خلقهم الله مما نعلم وما لا نعلم. تزاوج في النباتات فيما بينها، وتزاوج في الإنسان بين أشكاله وأطيافه، وتزاوج بين الحيوانات الأخرى. كل أولئك إنما خلقهم الله ورحمهم الله، والكل يعلم رحمة الله جل وعلا، والكل يطلب رحمة الله جل وعلا. نعم، لقد تحدث القرآن عن رحمة الله في ثنايا سورة آل عمران، فقال جل وعلا: فبما رحمة من الله
لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تتجلى الرحمة أيضا عندما تحدث القرآن عن المؤمنين ورحمة الله جل وعلا بهم ونقلهم من واقع كانوا فيه إلى واقع أصبحوا فيه، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. من الذي أنقذني وأنقذك وأنقذكم جميعا من النار إلا الله؟ من الذي هداني وهداكم وهدى الأمة إلا الله؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أيها الأحبة، حديث القرآن عن رحمة الرحمن حديث ذو شجون، لا تكاد سورة تمر إلا وهي مذكرة في فواتحها وفي زناياها وفي خواتمها برحمة الله جل وعلا. فاسمع إلى خواتم سورة آل عمران وكيف تتجلى فيها رحمة الله الرحمن جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نعم، إن الله جل وعلا لا يخلف الميعاد. إن الله وقد وعد الله جل وعلا عباده أن يستجيب لهم فقال: ادعوني أستجب لكم، وبين جل وعلا بعد هذا الدعاء استجابته للمؤمنين. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. إنها رحمة الله التي اقتضت استجابة دعاء عباده، حتى إن المذنبين من عباده إذا أذنبوا ثم توجهوا إليه لوجدوه قريبا مجيبا سميع الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إنه الله جل وعلا الذي وسعت رحمته كل شيء. أيها الأحبة، أختم لكم بقصة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن رحمة الله جل وعلا. كان رجل من الذين خلوا قد أسرف على نفسه وأشرك بالله وعبد صنما لمدة سنين عددا، وذات يوم مرض ولد من أولاده فحمل الولد إلى الصنم وأخذ يطوف بالصنم ويناديه ويستغيث به: يا صنم اشفي ولدي، يا صنم اشفي ولدي. وبعد مضي زمن أخطأ فقال: يا صمد اشفي ولدي، وهو يريد أن يقول يا صنم. أخطأ فقدم فذكر صمد، قال: يا صمد اشفي ولدي، فشفاه الله فورا. فقالت الملائكة: يا الله، هذا العبد قد أشرك بك ولم يدعك وإنما أخطأ غلط، كان يريد يقول يا صنم فقال يا صمد. فقال الله جل وعلا: وهل في الوجود صمد غيري؟ الله الصمد. نعم، الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. وفي الحلقة القادمة بإذن الله سيتبين لنا أكثر من هو الرحمن الرحيم، من هو صاحب الرحمة. وربك الغفور ذو الرحمة، فهو صاحب المغفرة وصاحب المرحمة، وهو الذي نطمع أن يغفر لي ولكم ويرحمني وإياكم، إن ربي غفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.